هاخدكم برضو، هي مش رياضه بس يعني ممارستها واستعمالها نوع من انواع الرياضه. انا ده مشروع سعيده بيه جدا، مشروع اسمه كايرو بايك، يعني انت هتبايك يعني جايه من بايسكل، الناس هتركب بقى عجل وتتنقل بالعجل بالدرجات. المنظر اللي انتوا شايفينه ده لانه مشروع التنقل بالدرجات فين؟ في 5 مناطق رئيسيه بالقاهره. انا هبقى موجوده قريب جدا وهستخدم هذا المشروع. محافظه القاهره بدات في اقامه 5 محطات لمشروع كايرو بايك بميادين تحرير، محمد فريد، عبد المنعم رياض، وشارع شارعي الفلكي وعبد الخالق ثروت. هتلاقي الشكل بتاع العجل ده. المشروع ده هيبقى عامل ازاي؟ هو مش مجرد عجل كده، انت هتروح وهتاخد العجله بتبقى عن طريق الكمبيوتر او عن طريق هيبقى فيه ابلكيشن، وهتبقى تقدر تاخدها من مكان تركبها بالوقت اللي مسموح، هتدفع فيها فلوس وترجعها لاماكن هتبقى ليها زي خرائط وترجعها لهذا المكان. الشكل ده موجود في كل في عواصم كتير دلوقتي عربيه وعواصم اوروبيه، والناس بتستخدمها وحل كبير خاصه في العواصم المزدحمه بالسيارات وبالسكان. ده بيبقى حل هايل لانك ممكن تنجز المشوار اللي انت عايزه او الاسلوب اللي انت عايزه. في نفس الوقت في اكتر من فايده، هنتعرف على الفوائد لانها فوائد خاصه بالبيئه، فوائد خاصه بالرياضه، حاجات كتير. خلينا ناخد المهندس محمد سامي، مدير ومؤسس ل يعني كايرو بايك، وهو يعني في احدى الجهات المشاركه في كايرو بايك. خلينا نمسي عليه ونقول له مبروك. مساء الخير يا فندم مهندس محمد سامي. مساء الخير يا فندم. مساء الورد يا فندم، ازي حضرتك استاذه شفي، ومساء الورد على جميع الساده المشاهدين. انا شخصيا جاهزه، يعني المنظر ده انا بستخدمه في اوروبا، فانا جاهزه جدا ان انا انضم واجرب والواحد يتنقل بسهوله ويسر. الحقيقه النهارده احنا بنبارك لشباب مصر كلها، مش بس الشباب يعني المصريين كلهم، لانه كان صوتنا اتسمع، واحنا يعني كأنا مؤسس فريق جو بايك الهادف لنشر ثقافه الدرجات، بنناشد ببنيه تحتيه للدرجات على غرار الدول الاوروبيه، والنهارده الحمد لله الحلم اتحقق وبدا بالفعل على ارض الواقع، يبقى موجود محطات مشاركه الدرجات ونظام مشاركه الدرجات اللي هو كايرو بايك، وده نتاج شراكه ومجهود ضخم جدا جدا طبعا مع جهات كتيره جدا، منها طبعا على راسها محافظه القاهره واليو ان هابيتات، برنامج الامم المتحده للمستوطنات البشريه، ومؤسسه دروسوس، ومعهد سياسه النقل والتنميه الاي تي دي بي. الحقيقه الجهود كبيره جدا اتبذلت، مجهود دراسه لهذا المشروع مش نتاج السنه دي ولا السنه اللي فاتت، لكن نتاج سنوات كبيره فاتت لحد ما طلع لهذا المشروع للنور، ودي حاجة هدية يعني الدولة بتقدمها لنا كوسيلة تنقل، مش بس رياضة لكن طبعاً كوسيلة تنقل، وسيلة يعني تنقل آمنة صديقة للبيئة. لسه كنت هقول في وقت أولاً العاصمة مزدحمة جداً جداً جداً، وهتبقى فيها وسيلة تنقل هايلة للناس وهي بتشتغل وهي بتتحرك وهي وكمان صديقة للبيئة، لا في بنزين ولا في انبعاثات ولا في أي شيء ولا كهرباء ولا أي حاجة. وده طبعا بيأتي يعني على يعني مصر بتستعد دلوقتي لمؤتمر المناخ الكوب 27، وده يعني تزامنا يعني إطلاق هذا المشروع بالتزامن مع مؤتمر المناخ. طبعا وسيلة الدراجات كوسيلة تنقل مستدام زي ما حضرتك قلتي كده، إن هي صديقة للبيئة، ما فيش انبعاثات كربونية، ما فيش استهلاك للوقود ولا البنزين اللي احنا يعني طبعا في ازمه عالميه يعني في حاجه زي دي، بتوفر طبعا يعني ميزانيه كبيره جدا، وكمان بتحسن الصحه، ودي يعني يمكن اهم طبعاً فايده في الموضوع كله ان هي بتحسن الصحه. فالمشروع الحقيقه زي ما حضرتك قلتي هم 5 محطات دي كبدايه، النهارده بيتم الاعلان عنهم. كلمنا بقى ازاي يعني الناس هتبقى عايزه تعرف دلوقتي، يعني أنا دلوقتي رحت للمكان اللي فيه المحطات دي، الشوارع اللي قلنا عليها، وبدأت أستخدمها، هستخدمها إزاي؟ هل هيبقى فيه أبليكيشن ولا هيبقى فيه تعامل على طول بالدفع بكارد، ولا النظام هيبقى عامل إزاي؟ لا الحقيقة طبعا مع التحول الرقمي طبعا كل
يعني كل التعامل كاشلس عن طريق الكروت الائتمانيه من عن طريق موبايل ابلكيشن خاص بهذا المشروع. بنقدر ننزل الابلكيشن ده ويكون عندنا حساب نقدر ان احنا نستخدم الدراجه على طول. بيتم ربط الدراجه عن طريق البلوتوث بالموبايل ابلكيشن وبيتبعت لي كود اقدر انه يفتح القفل الخاص بالدراجه بالظبط وبالوقت. مثلا حد عايزها ساعه، حد عايزها ساعتين، ولا هي بتبقى مفتوحه لحد ما يسلمها للمكان الرجوع؟ هي الحقيقه الوقت يعني مجرد ما بيفتح القفل بيبدا يعد الوقت عليا، ولكن بتكلفه يعني مفاجاه بقى، يعني تكلفه بسيطه جدا. لا قول لنا التكلفه. التكلفه جنيه في الساعه. جنيه في الساعه؟ و8 جنيه في اليوم. هايل. وفي اشتراك سنوي، يعني يقدر الواحد يمتلك الدراجه عن طريق اشتراك سنوي ب 500 جنيه في السنه. طيب احنا هنقول يعني الاسعار تاني عشان برضو نحاول واستاذن فريق التاسعه لو نكتب الاسعار. يعني اذا هي جنيه في الساعه و8 جنيه في اليوم. و8 جنيه في اليوم وزائد واليوم اشتراك ده شهري بيبقى 12 ساعه كمان، يعني هو 12 ساعه فترة الاستخدام. يعني 12 ساعة ب 8 جنيه. مظبوط. هنستخدم عجلة 12 ساعة ب 8 جنيه. بس. يعني مفاجأة طبعًا، لأنه في دعم كبير قوي لهذا المشروع، ودعم مادي كبير قوي، والدولة بدأت تتوجه للنقل المستدام وتنمية البنية التحتية للدراجات. طبعًا. وطبعا كمان الاختيار. طب انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، اصل الاسعار دي اسعار كمان قليله، في عدد بقى من الدرجات لانها مش هنلحق نلاقيها يعني، وان شاء الله ما تزودوش السعر. هو الفكره كلها ان المشروع مش هدفه الربح خالص طبعا، لكن ده مشروع قومي مدعم من الحكومه المصريه، وده مش هدفه خالص الربح، ولكن هدفه التشجيع على استخدام الدراجات ونشر ثقافه الدراجات. طيب الحاجه الثانيه برضه عشان ما ننساش، حضرتك ذكرت الاشتراك الشهري، يعني لو حد عايز يعمل بالشهر السنوي. السنوي. طيب السنوي بكام؟ ده 500 جنيه في السنه. 500 جنيه في السنه. نقس ما هي يعني حضرتك هنقسمها على 12 شهر. يعني تمتلكي دراجه للسنه كلها ب 500 جنيه. ب 500 جنيه. يعني انا هنا بقى ممكن اخدها البيت وارجعها بعد كده بعد السنه. كل حاجه. مفيش اي مشكله. يعني انا ممكن اخدها البيت وارجعها بعد سنه. ولكن كل 15 يوم بيتم استدعاء العجله، وتقدري حضرتك تبدليها. تجددها تاني. عشان تفضل في يتعمل الصيانه بتاعتها بس. وتفضل في المنظومه. وتفضل في المنظومه طبعا. ده شيء جميل. يبقى إذن أنا هرجع كده أقول الأرقام لكل الناس، اللي عايز ياخدها بالساعة بجنيه، اليوم 12 ساعة ب 8 جنيه، بالنسبة للاشتراك السنوي ب 500 جنيه. طبعا في عناصر أمان يعني موجودة من خلال الإكسسوارات والقيادة الليلية، عشان لو في ناس مستخدمين هتستخدم الدراجة دي ليل في أوقات الليل. فطبعا في إضاءة يعني مزودة بإضاءة وجرس للتنبيه وكشافات، وكمان العجلة مزودة بجهاز تتبع عشان يبقى في دعم فني. طبعا يبقى معروف هي فين وقفت فين، لأنها كلها طبعا في أبليكيشن بيتتبعها وهو أوريدي دخل عليه، فبيبقى معروف هو فين. يعني عاملة زي مثلا شركات السيارات لما بيبقى في تتبع ليها خريطة يعني. مظبوط مظبوط. وكمان لما بنفتح الأبليكيشن بيجيب لي على طول أقرب محطة ليا اقدر استقل منها الدراجه. وبيبين لك الدراجه دي فين برقمها بالكود بتاعها، هي موجوده فين بتاعها بكل حاجه. وكمان في كاميرات مراقبه بنلاقيها على المحطات اللي هي بتنشا الخاصه بنظام مشاركه الدراجات كايرو بايك، هنلاقي في كاميرات موجوده دي هدفها برضو الامان وزياده مستوى الامان للدراجه. انت عارف وحضرتك بتتكلم على الامان، انا كده برضو هقول انه البنات والفتيات هيكونوا امنين جدا، لان هي اولا
الدراجة على سيستم، على نظام، في كاميرا بيتم تتبعها، فحتى لو في أي فتاة بتقود السيارة هتبقى حاسة بالأمن والأمان، لأن هي العجلة أو الدراجة هتبقى باينة على الخريطة طول الوقت، فهيبقى فيها نوع كبير من الأمان. الحقيقة مشروع هايل ومشروع حضاري جدا، وهيخلي شكله حلو، يعني إن الناس تقدر تتحرك جو بايك يعني، أو يعني يلا خلينا نبدأ بالدراجات ونحلها، خلي الدراجة هي اللي تحل وتنظم حياتنا. أنا بشكر جدا المهندس محمد سامي، وهو مدير ومؤسس جو بايك في هذا المشروع اللي كمان الدولة بتدعمه وبتحاول إنها كمان تقدمه. أفكار حلوة وجميلة، وهيخلي الناس كمان حياتها تبقى مختلفة شوية. على فكرة الدراجة مش جديدة على مصر، بس يمكن التعداد الناس كان قليل. لو رجعتوا الأفلام الأبيض وأسود هتلاقوا الناس كانت بتتعامل بالدراجات، وكانت الناس صحتها أحسن وشكلها أفضل، فهي فيها صحة، فيها سلام وأمان، وفيها كمان إنها تكون حاجة صديقة للبيئة.